الدين دائما كل الأديان تؤمن بالسلام، تؤمن بالإله، تؤمن بإله واحد، تؤمن بالإنسانية. الدين هو الإنسانية بحد ذاتها، فالدين بأساسه بجذوره لا يؤمن أبدا بالعنف ولا يحرض عليه أساسا. التعليم له الدور الكبير، التربية والتعليم لها الدور الكبير. طبعا هي تعتمد على الدولة، التربية والتعليم كوزارة أو كجزء من المؤسسات الحكومية أيضا عليها دور كبير جدا في أنه تعزز، تمنع هذا الخوف من أنه الوطن هو فوق كل شيء، والوطنية هي الأساس، والسلام والمحبة بين الإخوان، أنكم متساوون في الحقوق والواجبات ما دامكم على هذه التربة، وما دامكم تأكلون وتشربون من نفس المكان، إذن أنتم أخوة، عليكم بناء هذا المجتمع بناء جيد وبناء واسع لنكون بمستوى الدول الراقية والمتطورة. فإذن على كل هذه المؤسسات أن تكون راعية تماما لأبنائها، وإلا فلا خلاص من الخوف.